ينضم إلينا من باريس رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. لماذا قد تلجأ السعودية إلى الولايات المتحدة في مشكلتها مع إيران؟ لماذا لا تجابه المشكلة بقدراتها الذاتية؟ أهلا بك غادة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن المملكة العربية السعودية تلجأ إلى الأمرين معا، هي تجابه إيران في اليمن على سبيل المثال وتقاوم ميليشيا الحوثيين، ولكن السياسات الإيرانية لا شك بأنها لا تؤثر فقط على المملكة العربية السعودية وإنما تؤثر على مجمل المنطقة، وكما تعلمين فإن الولايات المتحدة الأمريكية لها حضور في هذه المنطقة سواء بالمعنى السياسي للكلمة أو حتى بالمعنى العسكري، وبالتالي هنالك تحالف يجمع السعودية العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويفترض أن يكون هنالك تنسيق فيما يتعلق بالمستوى العسكري أو بالمستوى السياسي. ولكن متى قالت المملكة العربية السعودية ذلك؟ عندما بلغ السيل الزبا في عام 2013 و2014 كانت إيران منخرطة بشكل كامل في الصراع في سوريا، إيران تدعم ميليشيات موجودة في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، إيران تعلن بشكل واضح أنها تسيطر على 4 عواصم عربية، وبالتالي باعتقادي أن ما ذكره المسؤولون السعوديين إنما كان يشير بشكل واضح إلى التنسيق إلى مجابهتها في اليمن واشنطن والرياض فيما يتعلق بقضايا ولكن هناك موضوع آخر. هناك حكومة شرعية طلبت من التحالف العربي بقيادة السعودية الدخول لمسألة إعادة الشرعية لصنعاء بعد انقلاب الحوثيين هناك، ربما وراءهم إيران، هذا موضوع آخر، لكن أتحدث عن مسألة الطلب من الولايات المتحدة كما قال كيري بقصف إيران، قصف إيران وليس اليمن، أتحدث عن قصف الأراضي الإيرانية. أليس الأجدى هنا ربما إيجاد أرضية مشتركة بين مع إيران والتحاور بشأنها، وتكون الأولوية في هذا الموضوع لإسرائيل، للمحتل الإسرائيلي وليس لبلد آخر، والاستجارة بحليف إسرائيل؟ بداية الحقيقة هذا الطلب عندما بلغ السيل الزبا كانت هنالك محاولات غادة على امتداد التسعينات وحتى العقد الأول من القرن 21 في محاولة التواصل مع الجانب الإيراني، كما تعلمين فإن الرياض استقبلت محمد خاتمي على سبيل المثال وحاولت إجراء حوار استراتيجي، أيضا حاولت إقناع إيران بالتخلي عن سياساتها في المنطقة. هذه النقطة. النقطة الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد الربع قرن الماضي وهي تعلن على الدوام بأنها ضد الإرهاب وأنها تحارب الدول الداعمة للإرهاب، ولا شك أنه على الأقل منذ العام 2011 وإيران تدعم ميليشيا إرهابية وهنا سيد رامي الحشد الشعبي في العراق، نقطة جيدة ذكرتها، نقطة مهمة جدا موجودة في المنطقة، وبالتالي المنطقة أنت أثرت نقطة مهمة جدا اسمها الإرهاب. أليس ما تمارسه إسرائيل كدولة محتلة على الفلسطينيين أليس إرهابا؟ والأجدى بالسعودية أن تقف إلى جانب الفلسطينيين بدل أن تكون أجندتها تتلاقى مع أجندة المحتل الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب على الفلسطينيين؟ باعتقادي أن المملكة العربية السعودية وقفت على الدوام بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت هنالك مبادرة طرحتها المملكة العربية السعودية وتوافقت عليها الدول العربية للقول بأن الأرض مقابل السلام، عودة إسرائيل إلى حدود 67، وبالتالي كان هنالك دعم على الدوام. ولكن لا يمكن أن نضع بالميزان أن العلاقة مع إسرائيل مع العلاقة مع إيران، بمعنى أكثر وضوحا أنه إذا كان هنالك تنافس وصراع مع الجانب الإسرائيلي هذا لا يعني سكوت عن الجانب الإيراني، خصوصا أن إيران لم أقل سكوت سيد رامي، قلت ربما بالحوار على الأرض، لا بل أنها الآن موجودة ربما بالتفاوض والحوار، بالآخر إيران جمهورية موجودة لديها حدودها إلى آخره، لكن إسرائيل هو كيان مختصب لأخ عربي لديك أنت، فأولويتك هي أين بالآخر؟ المشكلة غادة أن إيران نفسها لا تتعامل بالحوار وإنما تتعامل بالاحتلال المباشر. هنالك ميليشيات تابعة لإيران الآن تسيطر على صنع القرار في العراق وتسيطر أيضا على أراضي في سوريا وعلى أراضي في لبنان وعلى أراضي في اليمن، وبالتالي لكن لا زال اسم لبنان لبنان اليمن يمن، بينما فلسطين أصبح اسمها إسرائيل وعاصمتها القدس. نعم، ولكنها هي محتلة. إيران تحتل العراق، إذا كنت ترين غير ذلك فهذا أمر آخر. هي تحتل العراق، هي تحتل سوريا، وهي تعلن ذلك، وليس أنا من يقول ذلك. وصلت فكرتك من باريس رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، شكرا جزيلا.